وشوشة. وان شاء الله باذن الله انا اتمنى. هو الحمد لله انا بترشح في حاجات وناس بيكلموني، بس انا مشكلتي ان انا عملت خطوات كويسه جدا في الفيديو، عملت خطوات كويسه جدا وثابته في المسرح، فببقى نفسي ان انا اعمل حاجه مختلفه في السينما. يعني لما هعمل سينما الناس كلها هتبقى مستنيه بقى هتعملي ايه سينما، ببقى عايزه اعمل دور مختلف، نفسي حاجه معينه. غير ان ساعات بتعرض عليا سينما بقى اولاد الحلال بقى، يعني يقولك لا 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 دي ما بتحبش، ما مش هترضى، مش عارف ايه. بس طبعا برضو افلام السينما مش مستوعبانا كلها، يعني السينما بتنتج افلام، عدد افلام بسيط قوي في السنه، واحنا عدد ممثلين وممثلات كتير. فنفسي طبعا السينما ترجع تنتج، يبقى انتاجها للافلام اكبر من كده عشان تستوعبنا كله. انا ممكن اعمل دور اجراء، عملت ادوار اجراء، لكن مش ممكن اعمل دور في عوري او مايو او بوس او يعني، وانا ممكن اعمل دور اجراء من غير ما اتباس. انا كده، ده مش معناه ان اللي بيتباسوا وحشين او انا كده. انما اوقات كتير عملت في مسلسلات كتير ادوار فيها اجراء، ادوار لان في احنا ممثلين، في كل واحد بيتناول الشخصيه من وجهه نظره. يمكن ده برضو عطلني كتير في السينما، لانه ناس بتتريق وتقول السينما النظيفه. انا بحب يعني، ما هو في كل الانواع، في ناس بتعمل ده وناس بتعمل ده وناس بتعمل ده. انا من ضمن الناس اللي ما بتعملش، ومن ضمن الناس اللي جالي عروض على فكره في مسلسل، في افلام فيها ده، وادوار عاديه يعني، ادوار محترمه ورفضتها. اولا طبعا على السيناريو، يعني يهمني جدا الدور بتاعي بيقول ايه وبيعمل ايه، مش مهم مساحته قد ايه. يعني في ناس كتير قوي تقولي انت ساعات بتقبلي ادوار صغيره. انا ببص للموضوع من وجهه نظر انه انا ممكن ابقى شايفه دور صغير لكن اهم من دور من الجلده للجلده، لان ممكن في 10 15 مشهد تعملي تغيير وتعملي شخصيه كاركتر تقدري توجدي لها حاجه التمثيل، ممكن ما يتوجدش في دور من اول مسلسل لاخر. واحيانا على فكره بعتذر عن دور كبير جدا، بقول لهم انا مش هعرف اعمل فيه حاجه، يعني ما فيهوش تمثيل، يعني مش هيشبعني كممثله، مش شاددني قوي. ودي حاجه ناس كتير بتقولي اللقاء ده بيعطلك، بس انا يعني ليا وجهه نظر كده مختلفه. الابطال طبعا مهمين وكل حاجه، بس اهم حاجه ما ممكن ابقى دور اي كلام مع ابطال مهمين كبار يضرني، لانه لما بيبقى الابطال مهمين وكبار الناس بتتفرج كتير، فيا تعملي حاجه حلوه يا اما لا، يبقى يعني تنسحبي احسن. بصي احيانا بعض الناس بتزعل، مش كلهم يعني، احيانا مثلا في مخرج يزعل انا بعتلك دور وانت ما قبلتيش، فخلاص اي حد يقول لهم لا لا دي ما قبلتش. احيانا في كتاب، يعني انا في كاتب كبير شطب على اسمي اكتر من مره لاني اعتذرت له مره عن مسلسل. انا مقتنعه بحاجه واحده، ان الارزاق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسمه، فهو شطب على اسمي لان ده مش رزق، بس يعني هو اخذ الحركه دي او اخذ الاكشن ده، لكن هو في النهايه ما كانش رزق. لا المسرح بقى له فتره رجع زي الاول. انا بحب المسرح جدا، انا عضو في المسرح القومي بما اني خريجه مسرح بقول على بقيتي، فاخترت ان انا اتعين في المسرح القومي وعملت مسرحيات كتير مهمه بحبها قوي. بصي اجمل حاجه في المسرح ان انا بغني فيه دايما وبعمل استعراضات في معظم الحاجات، حتى اهلا يا بكوات كنت بغني فيها برضو، فدي ميزه. انا بنبسط قوي كممثله وانا شغاله على المسرح، مع اني موظفه وبيبقى المردود المادي ليا يعني منعدم تقريبا يعني، لكن متعة رائعة، بحس اني بشحن نفسي من اول جديد. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org